في احيانا اسر يمكن واحد ومراته خانقين في بعض جدا، الحياه بينهم يعني شبه خناقات يوميه على طول، في تغيير في الاكونتات على الفيسبوك منها، فبيحبوا بعض على الانترنت وفي الحقيقه ما بيكلموش بعض. اوكي، شايف القصه دي ازاي؟ والله بص، هو ده من ضمن مساوئ السوشيال ميديا، ان احنا بنقول حاجات يعني اونلاين لبعض، او بنكتب حاجه لبعض، او بنكومنت، او حتى بنتواصل بشكل يعني اندايركت، احسن بكتير من نتواصل وجها لوجه. في حاجز دايما، في حاجز دايما. يعني ناس كتير بتلاقيهم بيتواصلوا مثلا على الواتساب وهم بعيد عن بعض كويسين جدا، بس لما بيتقابلوا ما بيتكلموش مع بعض، ليه؟ بيروحوا بص في التليفون، عشان احنا اتعودنا ان احنا ندمن السوشيال ميديا. يعني من ضمن اعراض ادمان السوشيال ميديا ان احنا بنعمل ده، او ان احنا نتخيل حياه افتراضيه نعيش فيها، او ممكن اعبر عن حبي بشكل عنيف عكس أو إن بشكل غير بالظبط، هو ممكن تجاهل، يعني لغه الحب تكون مختلفه ما بين الطرفين، فما توصلش المسج اللي عايز اوصلها. وده وارد جدا.